يقول الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله تعالى عليه: هذا الرجل حقيقة رجل عجيب، وتاريخ لازم نقرأ، تاريخ عجيب. مدة كان يعيش في كربلاء، ومدة كان يعيش في قم، ومدة كان يعيش في أراك. رجل حقيقة رجل عجيب، تاريخه، حياته الزوجية تحتاج إلى مطالعة، حياته الاجتماعية تحتاج إلى مطالعة، أخلاقه تحتاج إلى مطالعة. حقيقة الرجل عجيب كان. يقول: في يوم من الأيام كنا فوق السطح في مدينة سامراء، وكان الوباء قد هاجم المدينة. الوباء عندما كان يهاجم مدينة من المدن فيما تقدم، كان معناه القضاء شبه التام على أهل تلك المدينة. وسائل ما كانت بهذا القدر، مكافحة ماكو، وسائل بالقدر الكافي ماكو. ففي حملة واحدة كان يموت 25 مليون إنسان. وتدري إذا في مدينة واحدة واحد يموت من الطاعون أو الوباء، شنو الذعر اللي يستولي على أهل تلك المدينة؟ في خلال دقائق يقولون يقضي، إذا واحد ما عنده مقاومة في دقائق الطاعون يقتله ويقضي عليه، وإذا عنده مقاومة يعيش مدة ثم يموت. هاجم الوباء مدينة كربلاء عدة مرات، مدينة النجف عدة مرات، والموتى كان يظلون بالشوارع، لأنه بعد واحد يخاف، يتركونهم في الشوارع ويذهبون. فالوباء جاي للمدينة والذعر مستولي على أهل تلك المدينة. يقول: احنا كنا فوق السطح مع مجموعة من العلماء مشغولين بالبحث العلمي، حقيقة يحتاج إلى قوة في هذه الأجواء واحد مشغول ببحثه العلمي، وإذا بالسيد محمد الفشاركي أحد كبار العلماء يأتي فوق السطح، وآثار الألم والكآبة ظاهرة على وجهه. وأخذنا نتحدث حول هذا الوباء الذي عم المدينة. فيقول السيد محمد الفشاركي، قال: إنني أصدر أمرا إلى كل أهالي سامراء أن يقوموا بهذا العمل. شنو ذلك العمل؟ لفتة حقيقة لطيفة. لاحظوا الكيفية، كل يوم أو يقرؤون مرة واحدة، ما أتذكر، مو موجود في الكتاب، أن يقرأوا زيارة عاشوراء. كيف؟ بالنيابة عن والدة الإمام المنتظر السيدة نرجس صلوات الله عليها، يقرأ الزيارة بالنيابة عنها. لكي تكون شفيعة عند الإمام المنتظر. تذهب إلى الإمام المنتظر وتستشفع به، هذه المرحلة الأولى من الشفاعة. لكي يتوجه الإمام المنتظر إلى الله سبحانه وتعالى ويستشفع به لكشف البلاء عن الموالين. حقيقة هذه لفتة لطيفة تجمع بين الإمام الحسين وبين الإمام المنتظر وبين والدة الإمام المنتظر. يقول: كل الموالين المؤمنون بدأوا بقراءة هذا الدعاء، ولم يصب منهم أحد، أي واحد من الموالين في مدينة سامراء، رجالا ونساء، كبارا وأطفالا، لم يصب منهم أي أحد.
بينما من الأفراد الآخرين الخارجين عن خط أهل البيت كل يوم كان يموت منهم الكثير. الإنسان إذا ذهب إلى بابهم واستشفع بهم يشفعون له عند الله.